كان عثمان بن عفان إذا مر بقبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. أسأل الله تعالى أن يكون القبر خير منازلنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ولذلك قال رجل من العلماء ينصح ويذكر، قال: اعلم رحمك الله أن في القبر وظلمته وضيقه ووحشته مع طرح الميت فيه غير موسد ولا ممهد، وقد باشر الثرى وواجه البلا وترك دنياه للورى ونبذ ما كان في يديه منها بالعرى، مع حبيب قد أسلمه وقريب قد تركه،